هم متعودين، وان شاء الله المباراه يا تعدي رب على خير ان شاء بالشكل الله. المطلوب. في المقابل بقى انت بتقول المنافس اكيد متابع، طبعا والمنافس اكيد شايف، اكيد شايفين مباراه السداسيه، اكيد شايفين لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب، وليد ازارو مع منتخب بلاده، كوليبالي مع منتخب بلاده، مروان محسن مع منتخب انا مصر. انبسطت على فكره، مروان جاب هدف، فرحان جدا لاهلي مروان، هدف في مع المنتخب حلو. دايما دايما المهاجم محتاج هدف، مروان كان محتاج الهدف ده جدا. 2-0 وجاب هدف، اعتقد مروان راجع المنتخب نفسيا في وهدف السماء. تقيل واقف عليه اه لا 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 وبراحته. لا، مروان لعيب كويس قوي، هايل طبعا يعني، بس ساعه الاصابه بعدته، وبعدته في وقت سبحان الله كان متالق فيه، لكن الاصابات دي انت ما تتكلمش البعض فيها يعني. بيتكلم ان بعض الانديه ممكن، بعض اللعيبه ممكن ما تلعبش في فرقه لكن تلعب في المنتخبات، بتشوفها ليها بشكل معين؟ لا خالص، بتفرق منتخب عن نادي عادي جدا على فكره. هنتكلم، بص ما بحبش الف الموضوع، نتكلم على مروان ده. تمام. نتكلم مروان، مش هو نمره واحد في النادي الاهلي في وجود وليد، لكن في اوقات كتير قوي مثل كان وفي فيهم وجود بيلعب اصابته يعني برضو ايه، واصابته البعيده لو سليم ما شفناش التنافس الصريح كويس. بينهم. هقول لك حاجه، وبيع شويه عشان الاصابه، لكن لما رجع وخد فتره ورجع وبقى طلع مروان، كاس عالم بس طبعا، في ثقه في الراجل، طبعا لعيب، في لعيب ثقه، لعب كاس عالم. بس في ثقه في اللعيب نفسه. واوقات كتير قوي مستر كاترون بيلعب بمروان ووليد، ما هو عارف الاثنين قوه كبيره جدا بالظبط. والاثنين هيستفاد منهم. طب ما استفادش منهم ليه؟ الى جانب ان مدرب المنتخب عارف امكانيات اللعيب ده. ما هي دي كمان، ما هي دي ميزه، ما انت ممكن تبقى بره المنتخب ما بتلعبش في ناديك، بس انت مش م... انت مش ما... ما تستاهلش تلعب في ناديك، فمش بقول تلعب في المنتخب، لكن انا عارف امكانياتك، والراجل لعب كاس عالم وعارف حجمك وقيمتك كمهاجم، فانا لا ليه، لا ليه موجود معاه طبعا اكيد يعني. موجود وبيأدي بشكل كويس كده، الرؤية واضحة ان طبعا وان الأجهزة الفنية يعني نفس الكلام ده مع هيكتور كوبر، وكلام ده مع مدير فني تاني مختلف. طيب فده يعني انت مش واحد مجامله، انت وده واحد. يعني انت ما بتجاملش مروان مثلا عشان في النادي، لا لا ما بتجاملش، ما هو ده واحد بعيد، اتنين بعيد عن بعض خالص بطريقه لعب، بتفكير بعيد، والاتنين مصممين على مروان، دي شهاده ان الراجل ده كويس. دايما المدير الفني هو اللي بيقول لك انت تستاهل او لا، شهاده من مدير فني، اتنين مديرين فنيين، انك مروان لا راس حربه مصر نمره واحد ده اكيد. شايف ان الاصابه بس اللي خليته يتاخر في الفتره اللي فاتت. بالظبط، انا بقول لك وانا بنتكلم بقول لك اصابه جت في وقت مروان كان في قمه مستواه، هي دي فرقت. مروان، صلاح محسن، ازارو، ما يكونوا الثلاثه جاهزين هتبقى المنافسه اكيد لصالح الفريق. ده اكيد طبعا، والجدع